رجعنا لكم في هذا النبأ الهام والمنتظر من فترة طويلة. مرت أعوام وسنين والأوتاكو يحاربون من أجل هذا الإنجاز. معرض الأنمي السعودي سعودي أنمي إكسبو في موسم الرياض برعاية هيئة الترفيه بإشراف خبراء شركات يابانية نجوم يا إلهي. وأخيرا هذا الشيء يتحقق لنا في السعودية وفي موسم الرياض وفي العاصمة الرياض. جاء الانمي لكم يا الأوتاكو لما عندكم. شكرا لسعودي أنمي إكسبو لرد على كل من شكك قبل 5 سنين وقال من سيلتفت لهذا الفن. طبعا احنا كعشاق اني ننظر لهذا المعرض نظرة اخرى. كثير يشوفون فرحانين يمكن بفعالية فعاليتين في المعرض، لكن هنا احنا راح نسوي انطباع. احنا قناة تخصصها ايش؟ انطباعات. راح نسوي انطباع. كل فقرة في الحفل راح نعتبرها مشهد انمي. المشهد الاول في الحفل راح يكون المسرح الستيج. ماجد عندكم اول شيء طبعا بنتكلم عنها هي فرقة لينك هورايزن اللي غنوا اغنية البداية ساساغيو ساساغيو شيزوا ساساغيو. وايضا فرقة فلو راح تكون متواجدة في هذا المعرض وهي اللي غنت انمي ناروتو والكثير من الانميات. وش يا محمد؟ طبعا غنت اكثر من اغنية بداية ونهاية في انمي ناروتو، وغنوا في انميات كثيره من بينها ايروكا 7 ومن بينها دورا. كثير قاعد يتكلم عن لينكد هورايزن، لكن احنا جايين نسوي انطباع فلو لينكد هورايزن. يا الهي يا الهي شنو 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 ذا. وما نسوا العرب والكلاسيك، جابوا لكم مغني اغنيه جريد دايزر الفنان المبدع سامي كلارك. هيا جريد دايزر بعزم اللي من ايقظ اخفس بالاعداء. نصيحه لكم لا تخلصون طاقتكم من اخر اليوم. كسر ما ادري شنو بعزم وإباء. طبعا هذا حماسنا احنا للمعرض، فلك ان تتخيل احنا هذا احنا ما بعد نوصل المعرض كيف احنا متحمسين. فما بالك لو وصلنا المعرض. جهزوا روحكم جهزوا حلوكم في هذا المعرض راح تخلص. دقيقة ببعد. موسم الرياض سكاي. موسم الرياض سكاي. يطا اصبر لسه ما خلصنا. يسمع ولسه ما خلصنا ترى، وهذا بس تونا الحين في الفرق الغنائيه. ايش في عندنا برضه يا محمد؟ ولسه ما خلصنا المسرح. لن يكون حفله غنائيه، الحفل مسرح شامل. راح ننتقل الحين الى نجوم اخرين ايضا كاوتاكو. احنا زي كلكم لازم نبحر. الاول عشاق الانمي، بمعنى انا من عشاق الانمي، عشاق الانمي اللي تتكلمون عن ون بيس واخراج ون بيس وطرق اخراج ون بيس، راح يكون في مسرح نقاش كامل مع مخرج ون بيس من توي انيميشن بنفسه السيد شيميزو على مسرح سعودي انمي اكسبو. ومو اكتفينا بس بالانمي، بل حتى المانجا، محرر مانجا ون بيس راح يكون موجود على المسرح. راح نعرف هالاخبار والتصريحات اللي منتشره في النت هل مصدرها صحيح؟ من المصدر الصحيح على اخذها. وايضا ليس هذا فقط، سيكون عندنا المانجاكا حق الكابتن سوباسا اللي هو الكابتن ماجد، حيكون متواجد ايضا على حفل سعودي انمي اكسبو. يا اخي كذا من اليابان واجد جدا جدا جدا. وقبل ان اخرج من جو المسرح ونكلمكم عن باقي فعاليات الحفل، باقي النجم الاهم اللي راح يحاول نجومكم على المسرح، نجم مهم راح يجي، هو اللي راح يكلم مؤلف كابتن ماجد، هو اللي راح يكلم مخرج ون بيس، وراح يكلم محرر مانجا ون بيس محرر اودا. من هو النجم؟ محمد النعامي قناة اي اي شو. محمد نعامي هو قناة اي اي شو، قناة اي اي شو هي ماجد وابراهيم ومحمد. احنا راح نكون موجودين. شكرا سعودي ان اكسبو على هذه الثقة، واحنا ان شاء الله قدها. ونشكر لكم تقديركم لنا، لانكم فعلا اللي قاعدين تسوونه واضح انكم ناس ملمين بعالم الانمي. راح يكون معكم مشاهير كثر من عالم الانمي، لكن اهم شيء اي اي شو راح يكونون على المسرح مع مانجاكا كابتن ماجد، مع
مخرج ون بيس مع محرر ون بيس. راح كل طبعا كل الانميات اللي سمعتوها ما بين ون بيس ناروتو كابتن سوبازا تاكون تايتن خارج نطاق المسرح راح يكون لهم بوثات واماكن لان الحفل برعايه كم شركه يابانيه مالي. 70 انمي بيجون بيسوون لكم بوثات هناك. هذا الشيء اللي عشناه في اليابان اليوم رحنا بيجيبوا لكم اياه في السعوديه. اشتغل اكثر من اللي تابع قناتنا وتابع سناباتنا في اليابان راح يشوف الشيء هذا موجود عندك هنا في الرياض. يعني اللي كان بالامس حلما اصبح اليوم حقيقه. ولاول مره في السعوديه اول بطوله وطنيه احترافيه لتمثيل المملكه العربيه السعوديه في اليابان للكوسبلاي. بطولة الكوسبلاي ساعوا بالتسجيل فيها في مربع الوسط تلقون رابط حسابهم في تويتر وهم هناك شارحين طريقة التسجيل واسلوهم سجلوا الكوسبلاي ولا تفوتون الفرصة. World Cosplay Summit WCS لازم تشتركون فيها فرصتك تروح تمثل السعودية في اليابان يا كوسبلايرز. ايضا مكتوبة بهذا الشيء في حفل سعودي انمي اكسبو ايضا موجودين المدبلجين للانميات القديمة الكلاسيكية حبنا منذ الطفولة الاستاذ وحيد جلاها. سامحني استاذ وحيد. وايضا مو بس الاستاذ وحيد جلاها معنا من معنا اسم محمد زياده استاذ جهاد الاطرش روبينا انت واده جوي سحقا لكوكب فيكا سحقا للعداء ساحافظ على هذه الارض الخضراء الرصد المستوي. احد اجمل حاجات صراحه في هذا المعرض الدمج بين الكلاسيك والحاضر يعني شيء جميل. يعني انت من عشاق الكلاسيك من عشاق الكلاسيك بتحصل من عشاق الانمي الجديد بتحصل بين محبين العرب بتحصل من محبين اليابان بتحصل كلها موجوده في حوار كوسبلاي يعني نقاشات مع مؤدين اصوات نقاشات مع مخرج يا الله يا الله مخي بينفجر خلاص. الخبر السعيد سواء تذكرتك عاديه او في اي بي فهي شامله المعرض كله. ترى المعرض كله مش حفله غناء ومسرح ترى في فقرات كثيره لكن سواء كذا او كذا فتذكرتك شامله حضورك للمسرح وباقي الفعاليات في سعر واحد. ايضا راح تكون اولويه الدخول فعلا للفي اي بي لكن تم الحرص على توفير مساحات للجميع حسب اخر تصريح لهم انه راح يكون المكان يتسع للجميع باذن الله والاولويه في الدخول فقط للفي اي بي. اذا انت محاجز الفي اي بي راح اقول لك اولويه في الدخول راح اقول لك مقاعد مخصصه. نعم للبعيبين في المقدمة الباقي تقدر تحضر وتشوف وكل كل يقدر يحضر وهذه جزء بسيط من الحفل. لأنه إيش عندك أيضا عندك تجربة الأكل الياباني والمطاعم اليابانية فرصة فرصة يا أخي. شفت التجربة اللي إحنا عشناها في اليابان جاتكم لهنا يلا للرياض موسم الرياض ما تحتاج تسافر نهائيا. قطعنا مشوار 12 ساعة دفعنا مبالغ طائلة لسنا صعب الطيارة يا جماعة لسنا ندمانين عليها فعلا لأنها كانت تجربة رائعة. ما تحتاج تقطع المسافات هذه أو تدفع المبالغ الطائلة. احنا دفعنا مبالغ طائلة عشان نحظى بأربعين أو خمسين بالمئة من اللي راح تحظون به في المعرض هذا. انت الحين راح تحظى بالتجربة الكاملة بربع السعر أقل من ربع حتى ما حد فيكم راح يركب تاكسي بألف ريال صدقوني صدقوني ما حد فيكم راح يركب تاكسي بألف ريال عشان ايضا بعد كل هذا كله لسه بنقول لكم في حاجات موجوده زياده متاجر مختصه بالانمي موجوده من اليابان جايتكم لين هنا عشان تقدر تشتري الفيجر اللي انت تتمناه من هذا هذا بجيب اخوانك دق عليهم بالدندن وش يخليشون ان شاء الله يعني بعد الحفل يزيد الصف حقتنا هنا صف ورا زياده بقى خلا عادي كلم اخوانا استنى مين ناشف حتى لابس قبعه القش مين اخلص جيب اخوانك وتعال حيجون ان شاء الله حيجون في الحفل تعال واشتري المجسم اللي انت بيه. ومو بس ترى مجسمات في انواع شتى البوثات المختصه بالانمي راح تشوفون جو انمي عادي بتعيش ثلاثة أيام من المتعة اللامنتهية صدقوني بتحس ثلاثة أيام مرت وتملفت المعرض كله صدقوني أنا جربت هذا الشعور من قبل. في النهاية كان هذا انطباع أولي عن المعرض ما بعد المعرض انطباع آخر أكبر وأقوى. كذا نكون وصلنا لنهاية هذا الإعلان أتمنى أعجبكم وما في النهاية قولوا معي سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. لا تنسوا الاشتراك في القناة لايك شير ونشوفكم على خير. We'll be right back.